أما بعد عباد الله، نحن نعيش في زمن انطمست فيه كثير من معالم الإسلام، وضاعت فيه كثير من ملامح قدواتنا العظام، ونسي الناس أو تناسوا ما كتبت صحائف تاريخنا العظيم عن مواقف السلف الأبذاذ وعلماء الأمة العظام، مما أثر ذلك سلباً على حياتنا وعلى سلوكنا وأخلاقنا، فضلاً عن عقائدنا. فلذلك كان حرياً بعلماء الأمة وخطبائها أن ينثروا وينشروا ما كتبت كتب التاريخ العظيمة ومدونات الفقه الجليلة عن سير العظام وعن مواقف الأجلاء في تاريخ الأمة الأول، ليكون ذلك سبباً لهداية الحيارى والتائهين من شباب وكبار هذه الأمة. فلهذا السبب أسأل الله تعالى أن يوفقنا اليوم في هذه الخطبة أن نقف وقفات يسيرة مع رجل عظيم شهدت له كتب التاريخ وسطرت عنه الصحائف العظيمة مواقف جليلة وسيرا ينبغي للأمة أن تقف عندها لتتعلم وتتزكى وتعرف كيف ساد سلفنا الأوائل الدنيا بما نالوا من الفقه العظيم والفهم الراقي والجهاد العظيم من أجل حماية هذا الدين وحماية بيضته. خطبتنا اليوم عن صحابي جليل شهد بدرا وأحد وصلح الحديبية من العشر المبشرين ومن الستة أولي الشورى الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل الأمر شورى بينهم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلامنا اليوم عن رجل قال عنه الإمام الذهبي هو الأمير أبو إسحاق الزهري المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: طلع علينا سعد بن أبي وقاص يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. كلامنا عن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه هو سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في زهرة، وأبوه ابن عم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب الزهرية.
فاجتمع له شرف النسب والسبق إلى الإسلام وأعلى درجات الصحبة من العشر المبشرين مع ما اجتمع عنده من القوة في الجهاد والصلابة في العقيدة والمواقف العظيمة في العلم والزهد والورع، فهو ممن طال عمره وحسن عمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سعد فيما نقل البخاري في الصحيح، قال كنت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام، يعني ما سبقه إلى الإسلام إلا أبو بكر الصديق، وأسلم على يد الصديق هو، ما سبقه من الأحرار من الرجال دون الغلمان إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال وكنت في سرية عبيد الله بن الحارث، وكانت أول سرية، أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل عير قريش، كان فيها. قال وكنت أول من رمى بسهم في سبيل الله. فتلك السرية لم يحصل بينها وبين المشركين مسايفة، يعني قتال بالسيف ما كان فيه، إنما الرمي بالنبال. قال سعد بعد أن رمى المشركين وصدهم عن أصحابه، قال ألا هل بلغ رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، لأنه صد المشركين بنبله، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد رضي الله تعالى عنه نال فضائل عظيمة. ذات يوم يتكلم سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنهما العدوي ابن أخي عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، لما كان يتكلم وقع بعض الناس في طلحة والزبير وفي علي، فقال سعيد أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد ابن مالك في الجنة، وهو سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح في الجنة، 10 من قريش كلهم في الجنة. وقال بعد ذلك سعيد بن زيد، قال والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد واحد خير من عمل أحدكم لو عمر ما عمر نوح. لو أدوك زمن نوح اللي عاشوا وعملت ما عملت من العمل الصالح لن تبلغ موقفا واحدا وقفه صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ هذه المكانة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي، المد ما يملأ اليدين الاثنين مع بعض، ولا نصيفه ما يملأ يدا واحدة. انت تنفق قدر جبل أحد، والصحابي يجيب مليت يده بس وأجره أكثر منك، لما شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والإيمان في ذاك الوقت صعب، ومفارقة عوائد الأهل وما كان عليه الجاهليون صعب، وبوارق السيوف على أكتاف الرجال وعلى سمعهم وناظرهم، هذا صعب. لذلك جاء في البخاري، انظروا ما صنع الصحابة، جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والأرق هو ذهاب النوم، الإنسان لما ما ينوم بالليل، فتأرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعنا خشخشة السلاح، يعني صوت السلاح بر البيت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال الرجل: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، لحد ما سمعوا صوت النائم من الشخير، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح. وهذا مما جاء سعد يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أحبتي الكرام، من نظر في التاريخ عرف عظمة هؤلاء الرجال. هؤلاء بذلوا للدين الغالي والنفيس. قال سعد: كنت ذات مرة وأنا سابع سبعة، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طعام إلا ورق السمر أو ورق الشجر، ما عندهم ما يأكلون، ليس عندهم ما يتزودون به، إنما ينصرون الإسلام خماصا، بطونهم جائعة وينصرون هذا الدين. قال سعد: ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع، يعني ما يخرج بعد الأكل، الإخراج بتاعه، قال: ليضع كما تضع الشاة أو البعير خلط. الإخراج اللي بيخرجوا من شدة جفاف الأكل اللي بيأكلوه، الواحد ما يخرج مثل ما تخرج الدابة ناشف، اللي بيخرجوا ذاته لأن الأكل اللي بيأكله ناشف. قال: ثم جاءت بنو سعد تعزرني على الإسلام، جدارين يعاقبوني على تطبيق الإسلام، وهذا لما اتهموه بأنه لا يحسن الصلاة. قال: ثم جاءوا يعزروني على الإسلام. قال: لقد خبت إذن وضل سعي. سعد رضي الله عنه من أصلب مواقفه. قال رضي الله عنه كما في البخاري: نزل في قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: نزلت في هذه الآية. قال: كنت برا بأمي، وانتبه للكلمة دي، كنت برا بأمي، لأنه ليس من شيم الكرمة ولا من شيم الرجال ولا من صفات الفحولة أن يكون الرجل عاقا بأمه. الصحابة تميزوا ببر أمهاتهم وآبائهم، وأمه انتبه مشركة ما كانت مؤمنة. قال: كنت برا بأمي. فقالت أمي: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثته؟ الدين الجديد جبته ده شنو؟ يعني لما أسلم. فقلت، قال: فقالت: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ قالت: يا سعد، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمه، هيعيروك الناس العرب تعيرك،
انت كنت سبب في موت امك. فقال لها: يا امه، او يا امه، لا تفعلي، اني لا اترك ديني هذا لشيء. انا ديني ده ما بفارقه. لاحظ مع بره لامه، شوف صلاه العقيده كيف. قال لها: اني لا ادعو ديني هذا لشيء، ما بخليه انا. قال: فمكثت يوما وليله لا تاكل ولا تشرب حتى جهدت، تعبت. قال: فلما رايت منها ذلك قلت لها: يا امه، والله لو كانت لك 100 نفس، 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا. قال: فلما رأت مني ذلك أكلت. انظر أيها المسلم إلى صلابة العقيدة. ونحن عندنا اليوم من الناس من يفارق دينه لأبسط المواقف، ظل يتنازل عن عقيدته. اليوم تلقى من الشباب من خطب امرأة أو فتاة وأبت عليه الزواج، ثم جاء رجل آخر غني جاي من برا ولزول عنده قروش، أدوه البيت وخلوا ذاك طوال يمشي للدجالين للسحرة يبيع دينه من أجل فتاة، يبيعه، الدين عندهم رخيص، يمشي إلى الدجال ليكتب له ورقة رجع له البيت الثانية بالسحر. ومن الناس من يبيع عقيدته من أجل لهو ولعب. شوف ناس الكورة الليلة، قلة تلقى لك نادي بتاع كورة إلا ويتعاملون مع السحرة والمشعوذين، ويقول لك التيم ده عنده الفقير بتاعه قاعد في المحلة الفلانية، يمشوا للسحرة يبيعون دينهم للهوى. كويس؟ ولكن لاحظ لسعد رضي الله عنه وارضاه، ما ترك دينه لبر امه التي يبرها، صلابه في العقيده وصلابه في المواقف. وهؤلاء هم تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على رسول الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. جاء في صحيح البخاري عليه رحمة الله عن مروان أو عن عبد الملك بن مروان أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا لعمر، والحديث من حديث جابر بن سمرة، قال: شكى أهل الكوفة سعدا لعمر، قالوا: لا يحسن يصلي، لأنه كان هو الوالي على الكوفة سعد رضي الله عنه. فلما اشتكاه أهل الكوفة لعمر قالوا له: لا يحسن الصلاة. فجاءه عمر قال: ما هذا الذي قيل عنك يا أبا إسحاق؟ قال له سعد: والله يا أمير المؤمنين، كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، بس صلاة ذات لا وزيد لا بنقص. قال: أركض في الأوليين، ركعتين الأوائل من الصلاة الرباعية، أركض يعني بتمهل فيهم، وأحذف في الأخريين، بخفف في الركعتين التواني. ودي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة. قال عمر: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، أنت معروف، هذا هو الظن الحسن بك. ولكن أرسل عمر إلى أحياء ومساجد الكوفة يسأل عن سعد. العدالة يا أخوانا تقتضي كده، ما بيخون سعد، لكن تقتضي العدالة أن يسأل. فسأل الناس، قال الراوي: ما دخل مسجدا من المساجد إلا أثنوا على سعد خيرا، يثنوا عليه ثناء طيب. قال: حتى دخلوا مسجدا لبني سلمة أو لبني سعد
فقام رجل يقال له أبو سعدة، ده رجل مفتون وزوي ضرته زي ما بقولوا بلغتنا احنا الشلاقة بتاعته. في ناس عندهم شلاقة وعندهم هواجة، والواحد منهم بس يتكلم بس اللي قالوا ما يقدر يقوم كويس. فقام أبو سعدة فقال أما إذا أنشدتمونا، يعني ما دام سألتونا نحن دار نتكلم. قال أما سعد فكان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. ثلاثة شهادات بتاع الزور، قال لنا الزور المجرم ده. فقام سعد فقال اللهم سكيد أعمل حسابك، ما تظلم لك زول، ما تظلم زول. قال سعد اللهم إن كان هذا كاذبا، دعا له ثلاثة حاجات برضو، دوك مش اداه ثلاثة كلمات، سعد اداه ثلاثة برضو. قال اللهم أطل عمره وأطل فغره، والله لما تعجز تعيش كثير ومفلس والله دي حارة خلاص. قال أطل عمره وأطل فغره وعرضه للفتن. قال عبد الملك الراوي قال فلقيت رجلا بعد زمان، زمن طويل وهو يتعرض للجواري في الطرقات، ها يتعرض للبنات للفتيات الصغار في الطرقات، فقلت من انت؟ قال رجل كبير مفتون اصابتني دعوه سعد، يتعرض للنساء في الطرقات، ولهذا دعوه المظلوم مستجابة، وفوق ذلك دعوة سعد مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدعوتين، قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته. كان سعد كما قال والحديث في البخاري قال ما جمع رسول الله لرجل أمه وأباه إلا أنا. قال يا سعد نزل لي كنانته، أداه الكنانة بتاعت الأسهم بتاعته يوم أحد. قال خذ يا سعد ارمي فداك ابي وامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له امي وابوك فدا، امي وابوي فدا لك، ارمي يا سعد. قال وانه ليناولني السهم ليس له نصل، السهم بدي له وعود شايب حديده قدام ما في. قال فارمي به. قال سعيد بن المسيب وكان جيد الرمي. وفي احد قال سعد كان هناك رجل قد أحرق المسلمين، أحرق يعني قتل ناس من المسلمين كتار جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي يا سعد بس اضرب الزول ده. والرجل عنده درع بتغطى به بس بيفتح جبهته بعين وبيمشي بيضرب بغطيها ثاني في محله. سعد خليك لما فتح جبهته دي بس. قال وأخذت السهم فأصبت جبهته، بس طق في جبهته دي. قال فوقع الرجل حتى انكشفت عورته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ربنا أدى والرمي، رمية ما بالصيب ودعوة ما بالصيب. يا أخي نقل الذهبي في السير أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعلي بسئلهم، وسعد رضي الله عنه بعاين فيه قال لهم لا تفعل ذلك، تاني ما تسوي كده. والرجل متمادي وبيسيل الصحابة يا ناس أزول يعمل حسابه. الصحابة دل ناس ربنا اختاروا يكونوا أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، معقول يكونوا كعبين؟ بس بالمنطق كده يكونوا كعبين؟ ده بيسيل لهم. سعد قال له ما تفعل كده، لا تفعل. قال والرجل مصر. قال فتوضأ سعد وركع ركعتين ودعا عليه. قال فدخل بختي، البختي البعير الإبل يعني، دخل بختي. قال فرمى الرجل على البلاط، ضرب بالواطة في البلاط. قال وصعد عليه بصدره فسحقه على البلاط حتى مات الرجل. قال ورأيت الناس يتبعون سعدا يقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق قد استجيبت دعوتك. سعد دعوته ما بتخيب،
ولهذا من الطرائف ما نقل الإمام الذهبي في السير عن أم المغيرة قالت: دخلت بيت سعد فرأيت جارية طولها شبر، شبر بس من الوطن. قالت: فقلت: من؟ ما هذه؟ قالوا: ابنة سعد بنته. أدخلت يوما يدها في طهوره، زعلته يعني، زعلت سعد. قال: فقال لها: قطع الله قرنك. قالوا: فما شبت بعده، بس طول شبر واحد، ما بالطول كله، كله بس محل هذا. ولهذا سعد لما كان تقيا غنيا زاهدا عابدا فاضلا من الله تعالى عليه بإجابة الدعوة، كانت دعوة مستجابة على الفور. وقعت بينه وبين أحد الصحابة خصومة، فضربه الرجل بالدرة، ضرب سعد، فقام سعد ليدعو عليه. قال له: مش ضربتني؟ دار يصلي ويدعو عليه. فقال الرجل: يا سعد لا تدعو، خذ الدرة واقتص، شيل قال له واضربني زي ما ضربتك، بس دعاء ده ما داري. ربنا استجاب له دعاءه. لكن انتبهوا أيها المسلمون الكرام، مع هذه الدعوات المستجابة لم يفتتن الصحابة بسعد، ما قالوا: ندعو سعد وسعد ننده من دون الله زي ما بيعملوا الناس الليلة. والله في ناس أكان الله أدهم اللي أدى سعد ده، الأدى لسعد لو أدى لناس الليلة كان يفتحوا لك مكتب في السوق العربي، يسموا لك مكتب الدعوات المستجابة، تدفع 200 جنيه ندعو لك. ناس بتاجروا بالدين، في ناس في هذه الأمة يتاجروا بالدين ويتلاعبوا بعقائد الأمة. ما في زول كان عنده عقيدة في سعد بيدعو ولا بينده، ولا الآن عند في القبر بتاعه في تابوت ولا بنية بانينا عليهم، والناس بيجي يبركوا عندها ويعبدوا سعد مع هذه الفضيلة العظيمة اليوم. سعد رضي الله عنه رجل عظيم، لا يكفي هذا المنبر إلى استيعاب فضائله ومنازله العظيمة. رضي الله عنه وأرضاه، مات سعد على عمر يربو على 80 عاما، وقد دخل الإسلام وهو ابن 17 عاما تقريبا، 17 سنة، وليس في لحيته شعرة واحدة، وعاش هذا الزمان إلى أن مات فوق 80 رضي الله عنه. لما جاء عند الموت نقل الذهبي أنه كان عند الموت وعنده ابنه مصعب ابن سعد، فلما رأى مصعب ما بأبيه من الموت والسكرات بكى رضي الله عنه، فقال له أبوه سعد: ما يبكيك يا بني؟ قال: لما أرى ما نزل بك وما بك يا أبتاه. قال: يا بني لا تبكي علي، فإن الله لا يعذبني وإني من أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا: صدق والله، فهنيئا له. وهذا من فقه سعد العظيم، أن الإنسان أيها الأحبة الكرام إذا كان عند الموت ينبغي له أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، لأن الإنسان إذا أحسن الظن بالله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاه فرضي عنه. وهذا من فقهه العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأولئك الكرام في جنات النعيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم الحقنا بالكرام بمحمد وصحبه يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على رسول الله، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.